خالد يحصل على أعلى الدرجات في كل مراحله الدراسية، ومتفوق في ممارسة الرياضة، ومتميز في تفكيره وطريقة حديثه. وعند البحث وراء السر في تفوق خالد، وجدوا أنه ملتحق بمدرسة متميزة منذ الصغر. نعم، مدرسة صعراء الخاصة ثنائية اللغة. تحتوي مدرسة صعراء الخاصة على جميع الحلقات التعليمية. تتكون المدرسة من مبنى فاخر مزود بقاعات دراسية متنوعة ومزودة بأحدث التقنيات التعليمية. يتوفر في المدرسة أحدث المختبرات العلمية، مختبرات الحاسوب، قاعة لمصادر التعلم، قاعة فنون، قاعة لصعوبات التعلم، صالة رياضية وملاعب رياضية، قاعة للموهوبين، قاعة سينما تعليمية، برامج خاصة لتحفيظ القرآن الكريم، برامج خاصة لطلاب صعوبات التعلم. كما يوجد مواد إثرائية إضافية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، أنشطة طلابية، الشطرنج والتايكوندو، مناهج معتمدة من كامبريدج، تهيئة طلاب الصف التاسع IGCSE لطلاب الصف العاشر IGCSE، وبرنامج تشيك بوينت، وهيئة إدارية وتدريسية متميزة ذات خبرات عالية في جميع التخصصات ومن جنسيات مختلفة. ولسلامة وأمن الطلاب والمبنى، تم تركيب كاميرات عالية الدقة لدعم نظام الأمن والسلامة. ومن المفاجآت أيضاً استمرار المدرسة أيضاً بجودة التعليم، استقرار حضانة السلام في المبنى القديم التابع لمدرسة صحراء الخاصة قسم رياض الأطفال سابقاً، الموقع بجانب سكنات الشعيب الجامعية، متابعة جميع مجالات التصنيف في الجودة من حضانة السلام وجميع الأقسام في المدرسة. كما قمنا بإضافة كادر أكاديمي وإداري وفني متميز. خصم 10% من الرسوم الدراسية. سارع بالتسجيل معنا ولا تتردد، فالمقاعد محدودة.